بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير على الجميع. معنى جميل واحنا بنتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى وبنقرأ القرآن تقربا وحبا في الله، فوصلنا معنى كده: الله لطيف بعباده، لن تجد أحن من الله ولا أحب من الله ولا أرحم من الله بالعبد، مهما كان مقصر ومهما كان مذنب ومهما بلغت ذنوبه عنان السماء، الله لطيف بعباده. فالله ينتظرك لتتوب، ثم يغفر لك، ثم يمنحك الثقة والرضا. فتخيل في معنى يقابل اللطف الجميل من الله لفرعون. فرعون كان عاليا في الأرض، وكان مسرفا في الأرض، وكان متجاوزا وطاغيا، ومع كل هذا هو عبد من عباد الله. فتخيل ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل سيدنا موسى لفرعون، قال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف جمال ربنا ورحمة ربنا حتى بفرعون. فاوعى الشيطان مهما بلغت ذنوبك، ولا مهما بلغ يأسك، ولا مهما بلغ ضعفك، يصور لك ان باب الرحمة اتقفل. باب الرحمة مفتوح، والرحمن الرحيم، ربنا سمى نفسه الرحمن الرحيم، مالك الرحمة كلها، ورحمة لن تفوق خيالك، لن يستوعبها عقلك. فقط قل يا رب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ويقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم مهما عملت. تعال بس خبط على الباب وافتح، تعال خبط على الباب وهيتفتح لك، وربنا هيتولاك ويشملك برعايته وبعطفه ورحمته الواسعة. فاوعى تخلي الشيطان او اي حد يقول لك او نفسك توسوس لك، تقول لك: لا خلاص بقى انت كده تمام، مش هينفع. اوعى تتعظم تتمعظم مشكلتك، او اوعى مشكلتك تبقى كبيرة في عينيك. مهما كانت كبيرة في عينيك فهي تحت رحمة ربنا سبحانه وتعالى تبقى هباء منثورة. رحمة ربنا شملت كل شيء، شملت كل المخلوقات، واحنا احب المخلوقات لربنا سبحانه وتعالى، لانه هو عارف ضعفنا، وعارف ان احنا فينا عيوب الدنيا، وعارف ان احنا نسيين، وعارف ان احنا مقصرين. ده سمى سورة باسم للمذنبين اللي زينا، سماها غافر، غافر الذنب وقابل التوب. فاوعى حد يكبر لك المشكلة، او يكبر لك يأسك، او يزود من احباطك. خليك ايجابي، لأن ربنا سبحانه وتعالى واسع الرحمة وواسع النور، ومظلته تشملنا جميعا. بس فحبيت أشارك المعنى الجميل ده. ربنا ينفعنا وإياكم بقراءة وتدبر القرآن الكريم، واستخراج المعاني اللي ربنا حابب يوصلها لينا، عشان نعرفه ونتقرب له ونعبده ونحبه في الأول وفي الآخر، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو المستحق الأول والأوحد لهذا الحب. دمتم بخير، سلام عليكم.